معاك اخوك حامد عبد الرازق راغب حبيبه من قومة بركة مركز كفر الدوار. اجدع ناس يا فندم، اتفضل. الله يكرمك. ما انا عاوز اكلم الشيخ عصام الروب الله يكرمك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. بس انا من ذو العاد خاصه انا بكلمك بره البيت، بس لما نخلص تجاوبني من التلفزيون. اتفضل يا فندم. انا هكلمك على المراسه يا باشا. اتفضل. انا والدي دلوقتي متوفي من 15 سنه. تمام. الله يرحمه. الله يكرمك. وكان كاتب لنا كل واحد حد وهو عايش. جميل. احنا ثلاثة بنات وثلاثة صبيان. وبعدين؟ كل واحد ليه ست دراريب والبنت لها ثلاثة. تمام. فجي ابويا توفى فجاله 15 سنة، فليه اخ من اخواتي خد الورق دي وخفاه خالص. ايوه. ومن 5 سنين اشترى حج وحده. تمام. لما البنت اللي فاضله عايزه تشتري تبيع جت لاني، قلت لها ما حدش هينزل الارض لما يعرف الورق اللي انا مضى عليه فيه. ماشي؟ ماشي. وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل المهم حصلت منازعات، عمي جاب لي الورقه. من اخويا دي. استاذ حامد وصلتوا لايه في النهايه يا استاذ حامد؟ ماشي، ما انا جاي لك اهو. انت جاي على مهلك قوي، معايا كذا تليفون على الهوا. اتفضل يا فندم. وصلت يا باشا ان اخويا اللي اشترى من البيت من 5 سنين اشترى اللي هي تابع قال. تمام. خد حقها يعني. خد اشترى حقها. والبيت اللي هي لسه ما باعتش تابعه وبيقول لها لا حقك معايا انا. وبعدين؟ طيب. حكم الشراء دي ايه يا باشا؟ حاضر حاضر، شكرا جزيلا يا حاج حامد وربنا يحفظك. حاج حامد طبعا سمعت انت مشوار طويل على موضوع الورث واخوه والكلام ده، وخد ورث واحده من اخواته والتانيه بيقول لها انت ورثك عندي حامد. يعني يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. نتحرى الدقه في مال الارث الذي يصل الينا من الانسان الموروث، وما فعله ابوهم سبحان الله ان اقف عنده. يعني كان لزاما عليه اذا اراد ان يعطي ابناءه حال حياته أن يسوي بينهم في العطية وأن يسوي بينهم في الهبة. تمام. بين الذكر والأنثى. لكن أنا أعجب كيف يقسم الإرثة طبقا للشريعة الإسلامية وهو حي وعيش بحسب الأنصباء. لا، كان يجب أن يسوي بين الذكران والإناث. هذا هو ولا مانع أن يفعل ذلك. هو طالما عنده أهلية للتصرف في المال يفعل في ماله ما يشاء. دي نقطة. النقطة الثانية مسألة الاحتيال على أخذ حقوق الناس. أيوة. دي مسألة طبعا مرفوضة. والمال مال حرام، فالبيع إن تم عن تراض أهلا وسهلا. أخذنا شيئا بسيف الحياء فهو حرام. حرام. أخذنا شيئا بطريق غير مشروع أو حرام. فيه التواء فهو حرام. تمام. أخذنا شيئا ليس بوجه حق فهو حرام. حملنا الناس وأخذنا غصبا وبقوة فهو حرام. فنتقي الله عز وجل فيما يصل إلينا بإذن الله. استأذنك يا دكتورنا وناخد